مشروع راسان لتربية الماعز الحلوبي من سلالة السانين في محافظة حلبجة، تم إنشاؤه قبل عام من قبل القطاع الخاص بكلفة 6 ملايين دولار، والمشروع بعد مرور عامه الأول حقق نجاحا كبيرا. والهدف من المشروع إدخال تربية الماعز في الصناعات الغذائية. حق راسان تعتبر إحدى المشاريع الاستراتيجية لشركة حلبجة جروب. بدأنا بإسراد حوالي 360 ماعز من هولندا جوا إلى مطار سليمانية في سنة 2021، والمشروع تعتبر تعتبر النقلة النوعية في تربية الماشية وتربية الحيوانات في إراق والإقليق من كردستان، من الحقول الكلاسيكية إلى الحقول الصناعية إندستريال فارم، لأن الإنتاج نسبة الإنتاج في الحقول الصناعية أكبر بكثير من حقول كلاسيكية، والأيد العاملة والتكلفة أقل من الحقول الكلاسيكية. لذا هذا المشروع تعتبر رائد والأمثل في إراق وإقليم كردستان. تربية هذه السلالة التي تعرف بإنتاجها الكبير للحليب هي التجربة الأولى على مستوى الإقليم والعراق، ويضم المشروع أكثر من 500 ماعز، ويتم فيه تربية الماعز وإنتاج الحليب بطرق حديثة مع توفير أجواء مناسبة تتلائم مع هذه السلالة. في الحقل راسان يتم عملية التحليب في الصباح والمساء، يعني يومي يوما مرتين، كل ماعز يروح للمكان مالته، المكان مالتها. عملية التحليب تبدأ، بعدين تخزن الحليب في المكان المناسب التي خزان التي درجة الحرارة مالتها محدود في 2 إلى 3. سلالة الماعز السانين مسمى بالهولستاين الماعز، لأن إنتاج حليبها أكثر بكثير من أي سلالات أخرى. مثلا السلالة الماء السانين عنده 3 لتر يوميا، ومحتوى الغذائي مع حليب الماعز مختلف، يعني حوالي نصفين أكثر بكثير من حيث الكالسيوم والفوسفور والمواد الفيتامينات الأخرى. تنتشر سلالة ماعز السانين الهولندي في جل ربوع العالم، وتعرف بقلة تكاليف تربيتها وغذائها، فهي حيوانات ذات كفاءة تحويلية عالية للغذاء مقارنة بالحيوانات الأخرى، وتمتاز بإنتاج اللبن الغزير لدرجة أنه يطلق عليها ماعز هولشتاين، وتشكل مع سلالة ماعز ألبين المصدر الأول لحليب الماعز في العالم. لقناة زاغروس تي في، أمير سليم، حلبجة.